أغنيته قل للمليحة في الخمار الأسود هي أول إعلان تجاري بالتاريخ الإسلامي، هل كنت تعرف ذلك؟ قصتها بدأت عندما قدم تاجر من الكوفة إلى المدينة المنورة حاملاً معه أجمل العبايات والخمر ليبيعها كلها عدا ذات اللون الأسود، والتي لم تنل إعجاب النساء لأنها تدل على المآتم والحزن. اشتكى التاجر همه لصديقه الشاعر ربيعة بن عامر التميمي الذي ترك الشعر واختار الزهد والاعتكاف في المساجد، وكانت قصائد ربيعة مشهورة بغزلها في الجميلات والحسناوات. المهم بعد أن اشتكى التاجر همه أعطاه ربيعة الحل، وهي قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبتي؟ حمل التاجر كلمات ربيعة وأنشدها في السوق ليذاع خبر أن ربيعة ترك الزهد وعاد للشعر بسبب المليحة ذات الخمار الأسود، لتقوم النساء بالتهافت على شراء جميع العبايات والخمر السوداء حتى تنال وصف المليحة.